السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم جميعا في حصتين جديدة. العيا والله إلا العيا، تدير بشدة العيا هو اللي كيخلينا أنا ما نديرش هاد الحصص. تعب تعب تعب. دونك هنا وصلنا ل دالة لوغاريتمي بي أو الدوال العددية بصفة عامة. الدوال العددية فونكسيون نوميريك بالنسبة لي فونكسيون نيميريك. كاين عندنا أنواع من هاد الفونكسيون هادو اللي غادي ناخدو أربعة ديال الأنواع. جوج غادي نطرقو فقط لبعض المعلومات عليهم ثم نمر إلى شيء آخر. النوع الأول اللي غادي نشوفوه النوع الاول اللي غادي نشوفوه هو الدوال الحدودية. دالة حدودية، الدوال الحدودية. النوع الثاني اللي غادي نشوفوه الدالة المتخطة. النوع الثالث دالة اللوغاريتم نبيري يعني الدوال اللوغاريتمية. الدوال اللوغاريتمية النوع الأخير الدوال الأسية. الدوال الأسية إذا هادو هما الدوال اللي غادي نناقشوهم، الحدودية المتخطة اللوغاريتمية الأسية. هادو غير مجموعة من الأسماء التي يجب معرفتها. صافي هادو غير مجرد أسماء. هادو دوال رئيسية عندنا في المقرر. هادو دوال رئيسية. هادو دوال كاينين في السيزيام. هادو كاينين في الباكالوريا. هادو دوال كاينين في السيزيام. فقط غادي نذكروا بعض الأشياء المرتبطة بهم، بعض المعلومات المرتبطة بهم. هادشي اللي غادي نذكروه إن شاء الله تعالى. تقريبا عاد بدينا ان شاء الله تعالى. عاد بدينا صافي. اذا غادي ناخذ معلومات اساسيه ثم غادي شويه بشويه وحنا كنوجدوا. اذا غادي نديرو تمهيد للدرس. غادي نديرو تمهيد يعني مجموعه من القواعد الاساسيه خصكم تعرفوهم قبل ما تدخلوا للدرس.
إذن غادي نديرو تمهيد، قلنا غنديرو تمهيد للدرس، تمهيد بخليمينار. أمين رب العالمين. تمهيد الدالة الحدودية أو الدوال الحدودية. الدوال الحدودية والدالة الحدودية. كاين فيها جوج، اف اكس كتساوي ا اكس زائد ب. هنا اف دالة حدودية من الدرجة الأولى، إلا كانت على شكل ا اكس زائد ب. دالة حصة رقم صفر في الدوال هي هادي، دالة حدودية من الدرجة الأولى، لأن ما فيهاش هنا واستثنان، فيها غير اكس. دالة حدودية من الدرجة الأولى، إلا فيها استثنان كتسمى، مثلا عندي اف لإكس ا اكس استثنان زائد بإكس زائد سي. هنا الدالة اف دالة حدودية من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية، دالة حدودية من الدرجة الثانية، إلا فيها أس 3 من الدرجة الثالثة، فيها أس 4 من الدرجة الرابعة، فيها أس 5 من الدرجة الخامسة. حنا ما كيهمناش هاد الشيء هذا، من هذه دالة حدودية. صافي، دالة حدودية. المعلومة الأولى اللي غادي نعرفوها على هذه الدالة بعد ما عرفنا السمية ديالها، كتسمى دالة حدودية. بعد ما عرفنا السمية ديالها، المعلومة الأولى حساب صور بعض الأعداد. حساب صور بعض الأعداد، مثلا تقول القاعدة، عاد ندير المثال، لحساب صورة عدد نعوض x بقيمة هذا العدد. نعم، حصة رقم صفر هذه قبل اللوغاريتم. مثال، مثال اف لإكس كتساوي 2x ناقص 1،
بغيت نحسب مثلا اف ديال واحد اف ديال اثنان مثلا و اف ديال او و اف ديال خمسة ولا ديال صفر، شنو غتعطيني؟ هنا غادي نحسب غير الصوار. دونك قلنا طلبوا منا هنا نحسبوا الصورة ديال واحد، اف واحد كتعني صورة واحد، اف اثنان صورة اثنان، اف لي او صورة او، هادي كتسمى ثابتة او لا كونستونت دو لي غنشوفوها من بعد، اف لي صفر هي صفر، اف لي صفر عفوا صورة صفر. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ قلنا فقط بلاصت اكس هنا، هاد اكس هذا، هاد اكس هذا غادي نعوضوه بهاد الارقام ونحسب. اذا نعم، اذا غتعطيني اثنان، هذا راه ضرب، هنا راه كاين ضرب في واحد ناقص واحد، اثنان في واحد اثنان ناقص واحد كتساوي واحد، هنا كذلك غنعوضو اكس بجوج، اثنان في اثنان أربعة، هنا غادي نعوض اكس ب او، هنا ما عارفينش القيمه ديال هذا، اذا غير غادي نكتبوه حيت ما عارفينش القيمه ديالو شحال. هنا كذلك اثنان في صفر فوالا، فقط كنعوضو اكس بالقيمة ديال داك العدد اللي بغينا نحسبو، كنعوضو اكس بالقيمة ديال داك العدد اللي بغينا نحسبو. اذا هذه المعلومة الاولى اللي بغينا نعرفو على هاد الدالة، هذه دالة غادي تعاوننا وتحل لنا مجموعة من المشاكل. كتبقى هكاك ما كتغيرش، كتبقى هكاك. مثال آخر، دونك المثال رقم جوج، اف ليكس كتساوي تلاتة اكس اس اثنان زايد اكس ناقص واحد مثلا، ولا بغينا نحسبو اف ديال صفر، يلا حسبو لي هادو، اف ديال واحد، اف ديال جدر او، اف ديال ناقص اثنان. شحال؟ يلا زيد نحسبه. هنا
هنا غادي تلاحظ بلي انا عندي بزاف ديال الاكسات، عندي ثلاثة ديال الاكسات، عندي واحد فيه اكس اس 2 وعندي اكس وعندي، ولكن هادشي ما كيشكلش لي انا فريق، يكونوا حتى 100 يكونوا حتى مليون انا ما كيهمنيش. حنا اللي كيهمني هو انني قال لي الا بغيت نحسب الصوره ديال واحد العدد كناخذ داك العدد كنحطو بلاصه اكس، فيما بانت لي اكس ها هي 3 ها هي اكس، اذا غنحطو بلاصتها 0. اس 2 زائد 0 ناقص 1، فيما بان لي هاد سي اكس هو اللي قال لي دير فيها 0، اذا درت 0 هنا ودرت 0 هنا، اذا 3 في 0 و 2 هي 0 زائد 0 ناقص 1، 0 زائد 0 0 ناقص 1 ناقص 1. نكملو زيد اف لي واحد نفس الشيء، ثلاثة في غادي نعوض اكس دابا بواحد زائد دابا غنحسب عندي ثلاثة في واحد زائد واحد ناقص واحد مشاو، اذا زائد صفر، اذا ثلاثة زائد صفر اللي هي ثلاثة، لان ناقص واحد زائد واحد مشات كتبقى لي ثلاثة. زيد دابا اف ديال جدر او غادي نمشي لبلاصه اكس وغادي ندير هذا كيما مكتوب كيما مرسوم، بلاستيكس غادي ندير جدرو وغنحسب، اذا غتعطيني 3 بالنسبه لاس 2 كيزول الجدر، اس 2 كيزول الجدر، ملي كيتلاقى الجدر مع اس 2 راه كيمشيو بجوج كتبقى لي او، فوالا غتبقى هكا. بالنسبة لناقص 2 يعني هنا دابا لعبة حساب فقط، هادي لعبة حساب، هنا غتعطيني ناقص كتمشي مع اس 2 جوج اس 2 4، راه ناقص غتمشي لان الاس هنا فيه جوج، زائد مع ناقص ناقص جوج ناقص واحد، اذا غتعطيني 3 في 4 12، ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص 3، اذا غتعطيني 9. غتعطيني 9، إذن هادو هما الأجوبة اللي عندي. حد الساعة أشياء بسيطة، عارف أنك تحط بلاستيكس داك العدد وحسب الحساب كيبقى ديالك أنت، تقاتل معاه الدار معاه سوا تحسب بالة حاسبة نعم عندو علاقة عندو علاقة. هادي الحصة رقم 0، هادو معلومات أساسية خص المترشح يعرفهم قبل ما ندو قبل ما ندخلو اللوغاريتم نيبيري. يلا زيد نكملو. الدالة الحدودية المعلومة الثانية اللي خصنا نعرفو عليها من بعد ما عرفنا كيفاش نحسبو الصور هما النهايات، سكون ابيل لي ليميت، هاد المفهوم هذا راه خدمنا عليه في المتتاليات. اذا النهايات النهايات الأساسية، القواعد الأساسية اللي خصكم تعرفوا،
القواعد الاساسيه اللي خصكم تعرفوا، خصوصا اللي غادي نحتاجوهم، اللي غادي نحتاجوهم في الالان، هما النهايات ديال او في بلس لانفيني، نهايه في بلس لانفيني ديال مثلا ديال ا اكس زائد بي بصفه عامه. هذه كتساوي زائد ما لا نهايه على حسب القيمه ديالها واش موجب ولا سالب، لذلك هنا غادي نديرو زائد ما لا نهايه. إذا كان أ موجب، ليميت ديال أ إكس زايد بي كتساوي ناقص ما لا نهاية إذا كان أ سالب، حيت هاد العدد اللي كيكون حدا اكس ولا اللي كنا شفناه كيكون حدا داك كي اس ان هو اللي كيغير لي النتيجه، اما هي نورمالمون غتعطيني بلس لانفيني، هذا هو الاصل فيها. ولكن ملي كيكون هاد العدد اللي لاصق حدا اكس سالب راه كتعطيني مو لانفيني. هادو عقلوا عليهم هاد الجوج، صافي عقلوا عليهم، غادي نناقشوهم من بعد. العلاقات الاساسيه دابا عندي الليميت ديال اكس، هادي كتساوي زائد ما لا نهايه الا كان اكس بوحدو، ثم الليميت ديال اكس اس ان كتساوي بلس لانفين، يعني اكس اس 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 100 هادو كيساوي بلس لانفين بجوج. الا بغيت الليميت ديالهم في صفر مثلا هي صفر، وديال الاخرى استاذ هي صفر، يلا ركز معايا. كيف ما كان ديكس ما كتهمنيش انا اكس، لا فالور دو اكس ما كتهمنيش، كيف ما كان ديكس لا ليميت ديالها كتعطينا بلس لانفيني. انا نعطيك انا مثال، نعطيك مثال قبل ما ندخلوا للاعلان. مثال اول باش تفهمني علاش كنهضر، اذا هادو قواعد، هادو قواعد ما عندك ما تفهمي، هادو قواعد. مثال اول عندي في الاكس كتساوي جوج اكس ناقص واحد، بغيت نحسب الليميت ديال هذا في الاكس، ليميت ديال اف ليكس
اذا الرمز ديال ليميت غادي نخليه ليم كما كنديرو في المتتاليات اف لي اكس غادي نعوضوها بالتعبير اللي عطوني هنا شنو غتعطيني هذا غيعطيني حسب القاعده ركز معاها حنا نجولوها صح ها الوسخ ديالنا غتعطيني جوج هادشي اللي عندي شنو غادي دير بلاصه هاد اكس هذا كتعوضو بهذا الشيء اللي كاين لتحت بلاصه اكس غتعوضو بزايد ما لا نهايه ثم غتخدم عادي حنا عرفنا ديجا من ضمن القواعد اللي عندي أن ما لا نهاية مضروبة في عدد هذه كتعطيني ما لا نهاية ما لا نهاية زائد أو لا ناقص عدد كتعطيني ما لا نهاية صافي إذن هنا عندي زائد في زائد زائد عدد في ما لا نهاية ناقص واحد زائد ما لا نهاية ناقص عدد كتبقى زائد ما لا نهاية إذن الجواب اللي غادي ندير هنا هو زائد ما لا نهاية التعليل جيستيفي لا ريبونس لأن غتقول لي الليميت وكتب لي القاعدة شكون اللي عليه القاعدة هنا اللي عليه القاعدة هو إكس غتقول لي لأن الليميت ديال إكس إكس ديما كياخد هاد الشي اللي مكتوب هنا بلوس لانفين مثال آخر مثال آخر الأعداد الزوجية هي الأعداد القابلة للقسمة على اثنين ما عندها حتى شي علاقة لا بزايد لا بناقص الأعداد الفردية هي الأعداد التي لا تقبل القسمة على اثنين إذا نزيد نكملو بغيت نحسب دابا
الليميت ديالها ديال اف ليكس شنو غادي ندير؟ فقط قلنا غادي نكتب الرمز تليم هذا غادي نكتبه ضروري ثم غادي نعوض فليكس بالتعبير ديالها غادي نعوض فليكس بالتعبير ديالها اللي عطوني هما في التمرين جوج اكس ناقص واحد هنا ملي كيكون عندي عدد ولا لانفيني ولا اللي كان اكس كنعوضو بهذا في الوساخ وكنلقى الجواب اذا الا عوضنا اكس ما كنديرش باقي الليميت ملي كنعوض ملي كنعوض ما كنديرش الليميت اثنان في تخي بيان مزيان اثنان في صفر ناقص واحد كتعطيني صفر ناقص واحد اللي هي ناقص واحد مزيان تخي بيان مثال رقم جوج ناخذ حدوديه من الدرجه الثانيه اف اكس كتساوي 3 اكس اس 2 ناقص اكس زائد 5 بغيت نحسب الليميت ديال اف اكس كتساوي شحال الليميت و اف اكس غادي نعوضها بهذا الشيء اللي عطاني استاذ هنا استاذ كيفاش نحسبوا هذا الشيء هذا ركز معي جيدا هنا ملي كتكون الحدوديه من الدرجه دي الثانيه ملي كتكون الحدوديه من الدرجه دي الثانيه كناخذوا الحد الاكبر درجه شكون الحد الاكبر درجه لان هادو كيتسموا حديات هذا حديه صافي فيها بزاف ديال الحديات دي عائله ديال الحديات كناخذ الكبير فيهم هو اللي كيحكم اللي قالها الكبير هي اللي كتكون هادو صغار الكبير هو اللي كيكون عنده الكراد كبير يعني هو اللي كيكون عنده الاس كبير هو اللي كناخذوه كمعيار شكون اللي عنده الكراد كبير هذا اذا داك الاولاني اللي غتعطينا زائد ما لا نهايه علاش استاذ لان اكس اس 2 في القاعده ملي ذكرناه قلنا بلي ان اكس اس 2 اكس اس 3 اكس اس 4 اكس اس 5 اكس اس 6 كتعطينا بلوس لانفيني هذا ما عندناش فيه مشكل اكس اس 2 كتبها هنا لان ليميت ديال اكس اس 2 هذه كتساوي زائد ما لا نهايه ما عندي هذه قاعده اذا قلنا كناخذو هذا هو اللي كيحكم على القبيله كامله واش هذا عطاني بلس لانفيني اذا هذه كلها غتولي بلس لانفيني
أمثلة للتوضيح. أمثلة للتوضيح. إذا كان صفر كنحسبه عادي. أمثلة للتوضيح. عندي على سبيل المثال. بلس لانفيني. ديال ناقص اثنان. إكس أس اثنان زائد خمسة. ركز معايا أمثلة للتوضيح. غادي نخلي الليميت شكون الكبير هنا؟ الكبير هو الاولاني، كناخدوه كامل وكاملو بالضرب ديالو بالارقام ديالو بكل شيء. هذا خمسة ما عندها لين، بالأس ديالها بكل شيء. شحال غتعطيني؟ كيفاش أستاذ كنجاوب على هادشي؟ كيفاش غنعرف هي؟ أنا دابا عرفت كيفاش ناخدو، كيفاش غادي نخدم به؟ عندي ناقص اثنان قلنا بلاصه اكس يكفي فقط، يكفي فقط انك تلاحظ ان بلاصه اكس غادي ندير زائد ما لا نهايه. اكس ديما كياخذ هذا الشيء اللي كاين تحت، اكس كياخذ سواء كان بلس ولا موال انفيني ولا عدد، اكس كياخذ، اكس كياخذ هذا الشيء اللي كاين هنا. إذن غتعطيني ناقص اثنان زائد ما لا نهاية أس اثنان ولا زائد ما لا نهاية ولا هادي ديما كتبقى بلوس لانفيني. دابا غتعطيني ناقص في زائد، ناقص نضرب في زائد. قلت لكم ديما في النشر كنديرو جدا الإشارات، ناقص في زائد هي ناقص، عدد في ما لا نهاية ما لا نهاية، عدد في ما لا نهاية ما لا نهاية. إذن غتعطيني ناقص ما لا نهاية. لأن ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال إكس ستان حسب القاعدة هي زائد ما لا نهاية، ثم عندنا ناقص جوج هي اللي خلاتها تولي ناقص. مثال آخر للتوضيح. ثلاثة إكس أس خمسة ناقص أربعة إكس أس ثلاثة زائد اثنان إكس ناقص سبعة. نعم ضروري، تعليل ضروري. هذا شنو غادي نديرو فيه؟ فيه بزاف قبيله ديال الحدوديات، قبيله ديال الحدوديات. اذا شكون هو شيخ القبيله؟ شكون هو شيخ القبيله هنا؟ دابا شكون هو شيخ القبيله؟ ديما شيخ القبيله كيكون داك الشخص اللي عنده الكراد بزاف، اللي ديجا مدوز الحرب ومدوز كذا ومدوز. شكون هو شيخ القبيله؟ لا ماشي ربعه اكس اس تاع عبد الله. شيخ القبيله ماشي اللي عنده الرقم كبير، لا، اللي عنده الكراد. الكراد 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 كيكونوا فوق الكتاف، الكراد كيكونوا فوق الكتاف، هادو هما الكراد. اللي عنده الكراد كبير هو اللي كيكون شيخ القبيله. إذا شيخ القبيلة، عقل مزيان على قاعدة شيخ القبيلة.
هو اللي كيكون عنده القراط كبار. هو اللي كيكون عنده القراط كبار. ثم كتخدمها عادي، كتجي الوسخ ديالك وكتقول عندي 3 في 3 أس أي عدد، 3 أس أي عدد كتبقى بلوس لانفيني. ثم الموجب في الموجب موجب، إذن غتعطيني بلوس لانفيني. إذن غتعطيني زائد ما لا نهاية وكتب لي لأن ديال إكس أس 5 كتعطينا بلوس لانفيني، هذه قاعدة. تخي بيان، فوالا تخي بيان، تخي بيان بوغ تو الموند، مزيان. مزيان تخي بيان. ليميت اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه دابا ديال مثلا 4 اكس اس 2 ولا اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 1. نفس الشيء ملي كنهضروا على الليميت في لانفيني ماشي عدد، راه امتى كناخذوا شي خلق قبيله؟ شي خلق قبيله كناخذوه ملي القضيه كتكون كبيره، اما القضايا الصغيره الا كان هنا عدد وكذا هادشي كامل كنخدموا به. اذا هنا بما انني انا خدام في ما لا نهايه، اذا شيخ القبيله هو اللي كيحكم. شكون هو شيخ القبيله؟ انا شيخ القبيله هو اكس اس 2، هذا هو شيخ القبيله. دابا ملي كتكون عندي ناقص ما لا نهايه، ملي كتكون عندي ناقص ما لا نهايه، ناقص ما لا نهايه اصدقاء الا كان الاس ديالها زوجي، الا كان الاس ديالها زوجي مثلا بحال هنا اس 2 راه ناقص كتمشي. ملي كتكون هنا 2 4 6 8 راه ناقص ما كتبقاش، هادي كتولي بلوس لانفيني. ملي كيكون الاس فرضي هادي كتولي ناقص ناقص ما لا نهايه. ملي كيكون الاس زوجي، الاس زوجي كتعطيني هانتوما ناقص ما لا نهايه أس مثلا 3، هذه كتعطيني ناقص ما لا نهايه. علاش؟ لان هنا كاينه 3 أس فرضي كيتسمى فرضي، ولكن ملي كتكون ناقص ما لا نهايه أس 4 مثلا كنقول بلي ان هذا عدد زوجي، اذا غتعطيني زائد ما لا نهايه. يعني الاشكال فقط في الاشاره، هذه الاشاره الا كان الأس فرضي كتبقى، إلا كان زوجي كتغبر. إذن هنا قلنا غتعطينا زائد ما لا نهاية. معلومة أخرى أو المعلومة الثالثة اللي خصنا نعرفو على هذه الدالة، هذه دابا الحصة ما قبل دالة اللوغاريتم البيري، الحصة رقم 0.
الا كان مفرد راه كيعطيني ناقص ما لا نهايه، الا كان مزوج راه كيعطينا زايد ما لا نهايه. المعلومه الثالثه اللي خصنا نعرفوا على هذا الداله هذه، المعلومه الثالثه هو ما يسمى بالاشتقاق. الاشتقاق فما بغيتش نكثر عليكم المعلومات، فقط معلومات هكا على السريع كيف كيقولوا المصريين، معلومه على السريع باش غير نعرفوا شويه الاساسيات. لسنا مطالبين نعرفوا كل شيء، نعرفوا غير شويه الاساسيات. نعم ما كنحسبوش الاعداد الاخرى. الاشتقاق، الاشتقاق بحال اللي كنقولوا مثلا ان الفرماج من مشتقات الحليب، مشتقاته خرجناه من الحليب. صافي الفرماج كنقولوا من مشتقات الحليب، مثلا كنقولوا الزبده من مشتقات الحليب، اذا اشتقيناه خديناه من الحليب. اذا في الاشتقاق عندنا قواعد اساسيه لابد من معرفتها، لابد من معرفتها. ناخذ بعدا مجموعه من المصطلحات، فهاد الاشتقاق هذا مصطلحات عاديه. مثلا اف بريم تسمى الدالة المشتقة. قد ما كنشتقو كنزيدو الشرطين، الدالة المشتقة للدالة اف. اف بريم تسمى الدالة المشتقة للدالة اف. عائشة اي شو، قلت ان هذه الحصة رقم صفر، حصة رقم صفر اي حصة قابلية لاننا ندخلو لوغاريتمي بيور اكسبونونسيال. معلومات لابد من معرفتها. صافي دونك اف بريم تسمى الدالة المشتقة للدالة اف. اف بريم تسمى الدالة المشتقة للدالة اف بلا ما نعطي التعريف ككل وكذا، نخليوها غير هكا. اف بريم ترميز كتسمى الدالة المشتقة للدالة اف، يعني الا بغيت ندير واحد المشتقة كندير اف بريم. بريم كتعني مشتقة، باش غير الا غادي نخدم بالترميز من بعد نكون عارفو بريم كتعني مشتقة. المشتقة ديال بعض الاعداد، خصنا نعرفهم ضروري، ولا بد خصنا نعرفهم. اذا اللي خصنا نعرفو حنا راه هما بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا غادي نركزو فقط على المعلومات اللي بغيناهم يعاونونا باش نخدمو الدرس ديال لوغاريتم لي بيري. شنو هاد المعلومات؟ خصني نعرف المشتقة ديال أ، المشتقة ديال أ كتساوي صفر. شكون هو أ؟ بحيث أ عدد حقيقي. مثال، كل واحدة نديرو مثال تحت منها. عدد حقيقي، مثال ثلاثة مشتقة العدد ثلاثة صفر، مشتقة العدد ناقص واحد صفر،
واخا استدوي الا كان عدد كبير مشتقه ما تولى فيه الكسر مشتقه 3 على 4 صفر. واستدوي الا كان عدد كبير مشتقه مثلا الف. الا كان عدد كبير هنا كاين المشكل. علاش؟ لان المشتقه ديالو صفر. اذا مشتقه عدد كتب وحيدا صفر. صفر صفر. اي عدد كيفما كانت قيمته وكيفما كان نوعه المشتقه ديالو صفر لا تناقش صفر. كيفما بغى يكون كيفما بغى يكون ما كيهمنيش انا القيمه ديالو ولا الشكل ديالو واش كبير واش صغير واش طويل واش عريض واش فيه الكسر واش ما فيهش الكسر واش صفر. القاعده الثانيه المشتقه ديال العدد دابا كاين حداه اكس المش هذا العدد لا يتاثر بالاشتقاق. المشتقه ديال اكس هي واحد اذا غتعطينيها العدد ان كان مرتبطا لا يتاثر بالظروف المناخيه. الا كان سيليباتير كيجي الاشتقاق كيف ليه ولكن ملي كيكون مرتبط بحال هذا كيكالي عليه هاد هاد اكس كيكالي عليه. اذا ملي كيكون ا بوحدو راه كيتعرض للاشتقاق ولكن ملي كيكون مع اكس ما كيخاف حتى شي حاجه كياكل هذا اللي كياكل اللي كياكل الدق بحال جوج مزوجين. الفتاة ملي كتكون سيليباتير الظروف والقهرة والخدمة وتمارة والمجتمع ونظرة المجتمع وبزاف الحوايج كيبقاو يضربوا فيها يضربوا فيها يضربوا فيها. دونك هنا كنقولوا بلي ان يعني المجتمع كيضرب في جهة الظروف كتضرب في جهة الوالدين الا كانوا صعاب كيضربوا في جهة المسار الدراسي اللي ما كملات في جهة المشاكل النفسية في جهة. إذا المسكينة حتى كتولي صافي حتى كتولي مهلوكة. ولكن إنفوا كتزوج بواحد الإنسان اللي هو متزن هنا كيكالي عليها يعني ما كتبقاش كتعرض لهذا الإشتقاق. كيكالي عليها ما كتبقاش كتعرض لهذا الإشتقاق. في هذه الحالة هي كتبقى ولكن هذا هو اللي كياكل الدق. هاد اكس هذا هاد بوراس هو اللي كياكل الدق. المشتقة ديال اكس هي واحد. اذا المسكينة كتبقى هو كيمشي كيحفر كتبقى في دارها معززة مكرمة. ها هي كتبقى ها هي كيما هي معززة مكرمة. نعطيك مثال ها هي هذيك دابا الشاكرة لله. عطاكم مثال جيد الا تجمعوا جوج عارف باللي راه واحد اللي صابر. ها هو اللي صابر الراجل. مثلا عندي 3 اكس شحال غتعطينا؟ غادي نقول بلي ان 3 هادو مرتبطين كاين ضرب. غادي نقول بلي ان 3 ما غاديش تعرض للاشتقاق غتبقى الاشتقاق غادي تعرض ليه اكس والاشتقاق ديال اكس هو واحد. هادي عقلوا عليها. بصفة عامة مثلا ناقص 2 اكس مشتقة غتعطيني ناقص 2 بصفة عامة بعجالة. مثلا 5 اكس شحال غتعطينا؟ 5. مثلا 7 على 2 اكس شحال غيعطينا؟ 7 على 2 وقيس على ذلك. اما اذا كان اكس بوحدو
راه 11 راه كاين 11، اذا غيبقى واحد. نعم مشتقة اكس واحد، هذه قاعدة، مشتقة اكس واحد هذه قاعدة، مشتقة اكس واحد، مشتقة اكس واحد. قاعدة أخرى، دابا ا اكس اس ان بصفة عامة المرة كتبقى معززة مكرمة، وهذا كنديرو ليه الاشتقاق. استاذ السي حسن، سلاولي راه هادشي اللي كدير راه ما مزيانش. سي عزان راك تعديتي علينا، راك عطيتينا هاد المعلومه هادي ما فهمنا فيها حتى شي حاجه. اودي بشويه عليك، دابا بيتفهم، دابا تفهم، دابا دابا تفهم، دابا دابا هاد اللحظه في هاد الثانيه هادي غادي تفهم. مثال عندي يا سيدي ثلاثه مثلا اكس اس 2، المرا غتبقى، الراجل غيمشي يحفر، ها هو الراجل غادي يحفر، هو اللي غيتحمل المسؤولية، مسؤولية البيت. القاعدة كتقول، القاعدة كتقول ملي كيكون عندي اكس فوق منه جراد، يعني الجراد اكس جراد، هاد الاس اثنان، هاد الاس اللي كيكون فوق، هاد الرقم ستيتو اللي كيكون فوق كيهبط لتحت. ثم اكس وكنقصو منه واحد، جوج ناقص واحد، يعني اكس كيهبط في الجراد ديالو، اكس كيهبط في، كنحيدو ليه داك الجراد وكنهبطوه، كنحيدو ليه الجراد وكنهبطوه، كنحيدو ليه الكراد وكنهبطو. تلاتة مضروبة في جوج هي ستة، جوج ناقص واحد هي واحد، إذا غتعطيني ستة إكس. مثال أستاذ، مثال، مثال وشوية عليك، الله يعطيك الخير أخويا إسماعيل. أربعة اكس اس 5 بحال هادو كيكونوا في مراكش بزاف، كيحطوهم في الامتحان ديال مراكش. المرا غتبقى، هذا غيحفر، شنو كنديرو في اكس اس 5؟ الكراد غنحيدو ليه الكراد، ها هو الكراد ديالو شتي، ثم غادي نقصو ليه الكراد، الكراد كتحيد ليه الكراد ديالو، كتحيد ليه الكراد ديالو، كتحيد ليه الكراد، كتحطو هنا، ثم كتولي الكراد ديالو 4، حيت حيدنا ليه ديك 5، ملي كتحيد ليه الكراد 5 كيهبط ل 4، ملي كتحيد ليه 3 كيهبط ل 2، ملي كتحيد ليه مثلا 18 كيهبط ل 17، اذا كتنقص، كتنقص ليه من الكراد. 4 × 5 20، 5 ناقص 1 4. زيد أستاذ، زيد زيد زيد، ما توقف تل تلي. قلنا هذا العدد لا يتأثر بالاشتقاق، اكس اس تاتا هي اللي غادي نديرو ليها المشتقة، اذا هاد جوج المراه ها هي غتبقى، مازال ما ها هي غتبقى. هنا اكس اس 3 الكراد هو 3، يعني هاد 3 غنهبطها للارض، هاد 3 غنهبطها، ثم غادي ندير 3 نحيد منها واحد، الكراد غيهبط. 2 في 3 6، 3 ناقص 1 2. يلا قولوا لي هادي شحال تعطيكم اخر وحده. 5
اكس اس 4. قولوا لي هذه شحال غتعطيكم؟ طيب اذا هاد خمسة غتبقى اكس اس 4 مشتقة، اذا غتعطيني خمسة في أربعة، أربعة ناقص واحد، خمسة في 24 اكس اس 3. مزيان، تري بيان تري بيان تري بيان تري بيان. دابا مزيان، دابا غادي ناخذ واحد القاعدة. تقول القاعدة إلا بغينا نحسب مثلا المشتقة ديال مجموع دالتين، كان ملي كيكون عندي الجمع، ملي كيكون عندي الجمع هاد البريم كيتفرق عليهم، مثال بغيت ندير المشتقة ديال اكس اس 2 زائد اكس ناقص واحد مشتقة. هنا عندي ثلاثة ديال الحويجات، اشنو كندير؟ كل واحد كنعطيه مشتقته، كل واحد كنعطيه مشتقته، اذا هذا غادي ياخذ المشتقة ديالو زائد هذا غادي ياخذ المشتقة ديالو ناقص هذا غادي ياخذ المشتقة ديالو. إذن هنا كتلاحظ أن كل كياخذ مشتقته ودبروا المحاينهم. هذا فيه الأس يعني الكراد غيهبط، اثنان ناقص واحد، اكس المشتقة ديالو واحد، هذا سيليباتير يعني صفر، اذا غيعطيني جوج، اثنان ناقص واحد اذا اكس زائد واحد. مثال آخر، اثنان إكس أس ثلاثة ناقص أربعة إكس أس اثنان زائد خمسة إكس ناقص عشرة بريم. مرحبا، كل كياخذ البريم ديالو من هادو، إذن هذا غياخذ البريم ديالو، هذا غياخذ البريم ديالو اللي شرطه هما شتي ناقص وزايد وناقص هما نكتبهم عادي، هذا غياخذ البريم ديالو، هذا غادي ياخذ البريم ديالو. إذن ثلاثة د المزوجين
واحد السيليباتير، هادو اللي مزوجين، هادي دابا اللي غنخدم، هادي جوج غتبقى، المرأة غتبقى، الراجل غادي نقصوا ليه من الكراد ثلاثة بعجالة اكس اثنان، لان كان ثلاثة غتولي جوج. المرأة غتبقى، جوج غنهبطوا ليه الكراد، هذا غنهبطوا ليه الكراد غتولي اكس اس واحد، زائد المرأة غتبقى، هذا الى هبطنا ليه الكراد لان بريمير كراد غادي تبقى واحد، ناقص هذا ما عنده لا كراد لا ولد، اصلا ما مزوج، اذا صفر. اللي ما مزوج حيدو، جوج في ثلاثة ستة اكس اس اثنان، اربعة في جوج ثمانية اكس، خمسة في واحد خمسة، وما كتجمعش مازال، ما كتجمعش مازال، مازال كتبقى هكا. اذا الله يجعل البركة، معلومات في ساعة وربع تقريبا، معلومات متنوعة ومختلفة فيما يتعلق بالدرس ديال السيزيان، هذا الدرس ديال الاولى بكالوريا اداب وعلوم انسانية. صافي، الاولى بكالوريا، رغم ان الاداب والعلوم الانسانية راه ما كيكون هذا التوجه، هذا الطلب بكالوريا، المهم غير باش تعرفوا بلي ان راه هذا ديالكم نتوما. هادو معلومات اساسيه لابد من معرفتها قبل المرور الى اللوغاريتم نيبيري او الاكسبونونسييل. ملي غادي ندوزو الى عاودتو لهاد اللايف مثلا اليوم بالنهار، عاودتو لهاد اللايف غدا، ملي غادي ندوزو اللوغاريتم نيبيري ولا ندوزو لحاجه اخرى، كون على يقين ان ملي غادي نهضر مثلا على مشتقه، ولا ملي غادي نهضر على حدوديه، ولا ملي غادي نهضر على اكس اس اثنان، ولا ملي غادي نهضر على اكس اس ثلاثه، كتولي عندك معرفه مسبقه، عارف علاش كندويو. صافي، باش نكونو ملي غادي نديرو الدرس ديال اللوغاريتم نيبيري نركزو مليون في المية مع الدرس، نركزو مع الدرس ديال لوغاريتم نيبيري، ماشي انا وسط الدرس مثلا وندير انا معلومات، لا، ها هو الباكاج اللي غادي نحتاجوه الحصة المقبلة ان شاء الله تعالى. اذا امسية سعيدة للجميع، يوم جميل رائع اتمناه لكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال، وكما جرت العادة اسألكم الدعاء لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاليا ما عندكم تمارين، حاليا ما عندكم حتى شي تمرين، حتى الغدا ان شاء الله تعالى.